صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما المنبر فقال آمين آمين آمين، فقيل يا رسول الله لما قلت كذا وكذا؟ قال إن جبريل عليه السلام اعترضني فقال يا محمد من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار، قل آمين، فقلت آمين. قال ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار، قل آمين، فقلت آمين. قال ومن ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك فمات فدخل النار، قل آمين، فقلت آمين. فاتقوا الله عباد الله، هذا هو شهر رمضان قدم عليكم وهو بين أيديكم، وقد مكن الله لكم من استغلاله بالخير، فلا تضيعوه كما ضيعتم غيره، لعل الله أن يختم لكم بصالح الأعمال، لعل الله أن يجعل هذا الشهر موقظا لكم في بقية العمر، لعل هذا الشهر أن ينالكم من خيراته وبركاته ما لا تحتسبون. فاتقوا الله عباد الله وعظموا هذا الشهر، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.